والله جل وعلا لا يستحي من الحق. يخرج من كل واحد منا أربعة من السوائل: البول عزكم الله تعرفونه، والمذي والودي والمني، ولكل واحد من هذه حكمه. تزيد المرأة بشيئين فيكون ما يخرج منها ستة أشياء. أما البول أعزكم الله والحاضرين فهو معروف، لا أصفه لكم، وهو معروف حكمه أنه نجس، وإذا خرج أوجب الطهارة الصغرى. لكن مما أزيدكم فيه علما: البول إذا خرج من الذكر ولم يتعدى موضع الخارج فيكفي غسل الموضع اللي هو رأس الذكر، لكن إذا كان الذكر منتشرا فسال البول على ذكره، أصاب خصيتي، أصاب فخذ، أصاب ثوبه، كل موضع أصابه البول يجب غسله من جسده أو من ثوبه لأنه نجس، ويوجب الطهارة الصغرى الوضوء. يخرج أيضا ثانيا المذي، وهذا المذي سائل شفاف يشبه اللعاب قلة ووصفا ولزوجة، وهو يخرج عند تحرك الشهوة، إما بتفكير، إما بنظر، إما بمداعبة أهله، ينظف المجرى سبحان الله العظيم، لأن المني إذا جاء وراءه ليس في المجرى الذي يخرج منه مكروبات، نظفها المذي. ما حكم المذي؟ هل يوجب الغسل، السباحة، ولا الوضوء؟ الوضوء. ها؟ مكروبات، نظفها المذي. ما حكم المذي؟ هل يوجب الغسل، السباحة، ولا الوضوء؟ الوضوء. إذا ما الفرق بين المذي والبول؟ البول نجس. المذي نجس مثل البول. والمذي يوجب غسل الذكر كاملا والأنثيين. ما الأنثيان؟ الخصيتين. لأن خروج المذي أمر من مركز العمليات في رأسك إلى هذا العضو بالاشتغال، فتبردها بالماء. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا مذاء، قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله. شوفوا الأدب عندهم رضي الله عنه. فسأل المقداد قال: يا رسول الله، إن علي رجل مذاء كثير المذي، فما يصنع؟ قال: أمره فليغسل ذكره. هذا رواية في الصحيحين عند أبي داود: وأنثييه، وليتوضأ وضوءه للصلاة. المذي إذا صاب سروالك وثوبك وجسمك نجس، يجب غسله. طيب، ما تبين محله، نسيته، اغسل الموضع، انضحه بالماء، ويوجب الطهارة الصغرى التي هي الوضوء. سائل ثالث الودي، وغالبا الودي يخرج بعد البراز عزكم الله، يخرج من مخرج البول على هيئة قطعة، يظنها بعض الناس بقايا مني، لا، قطع. هذا الودي حكمه حكم البول تماما، نجس عزكم الله، ويوجب الطهارة الصغرى. السائل الرابع الذي يخرج من الرجل والمرأة المني، لكن مني الرجل يخالف مني المرأة، وكلاهما طاهران. فالمني طاهر لأن منه ركب الإنسان، والله كرم بني آدم.